soupe. الشلف مدينة الرياضة والأبطال كرة القدم الطائرة ألعاب القوى ورياضات أخرى وبطل العالم نور الدين مرسلي والتي أنجبت خير لاعبي كرة القدم الجزائرية كان يقرأ ويلعب يحب يلعب البالو برا مع الدراير كان يجيب 10 على 10 الله يبارك نهار اللي مسك فيه البالو الحق الاستيزيام حبش يطلع في السماء ولا يتاكلي حاجه من عند ربي كيما مالديني وربعه افهم هذه نورمال سبحان الله انا خويا نعرفه ماما ندي شويه خطرت نلعب قال هذه من عنده من العرجة وهو فضاء واسع بالمدينة إلى ملعب الشهيد ساحلي يدخل مغاريا الفريق مباشرة في صنف الأواسط بعد اكتشافه من بعض الاختصاصيين سحيلية بوجلطية وغيرهما وهذا هو الملعب اللي تعلمت فيه من صغري من 78 حتى 92 لعبت في هذا الملعب وهذا الملعب كما تشوفوا راهو ستان طارتون في لي زاني تاعنا كان تيف هنا وين تعلمت هنا وين برهنت هنا وين وريت اللعب تاعي وصلت الفريق الوطني في هذا الملعب في لا بروسبكسيون لا كومونسيون جونيور اون ديريكتومون جونيور اون جونيور اي كلكو طون ابري لا ايتي كسموه ادمي اون سينيور وين كومونس يبان دو ماتش اون ماتش إيه فطال مو كمل في ليكيب ناسيونال 83 ولا 84 تيزوزو انا ذاك مقابله ما خسرتهاش في الشامبيونه قال لهم اخر مقابله تاع شلف فزنا عليهم هنا في شلف بواحد مقابل صفر وانا ذاك كان محي الدين خالف تكلم في التلفزيون ولا في الصحافه قال لهم اللي يبغي يهز الشامبيونه ولا يربح الشامبيونه يروح يربح شلف من فما محي الدين خالف قال لهم كون نرجع ليكيب ناسيونال الاول اللي نعيط له سي مغاريا رغم سقوط الفريق للقسم الثاني الا انه بقي وفيا ورفض كل عروض الانديه الكبيره في الجزائر واحترف بالنادي الافريقي في سن 31 بقيت في شلف انا مالغري كما اقول لك واحد كان دوزيام ديفيزيون ولعبت لعبت في شلف وقعدت في ليكيب ناسيونال تبقى الكره لصالح نيجيريا يدخل داخل المنطقه كاين مغاريا وطيكيني يحاول يمر لكن ما يتمكنش ولصالح مغاريا يترك الكرة لبن حليمة مغاريا إلى هذه الكرة وحذاري حذاري وتبقى الكرة لصالح نيجيريا داخل منطقة 18 متر وبالأخير الدفاع صايب يمر في اتجاه قذفة قوية من مغاريا كان قذفة قوية من مغاريا يرجع الكرة للوراء وقذفة من مغاريا عنده كاليتي تريز امبورتون سي ان ستوبر اللي في لاجي دي ماتش كان بزاف هي لا كاليتي لونتيسيباسيون c'est-à-dire c'est pas des l'anticipation du l'anticipation c'est-à-dire il y a le joueur حاجه ممتازه هذه بقات في التاريخ وكما قال حاب سقراطس وطلع بها لا شيء صراحه الى مغاريا رائع يا مغاريا رائع يطلق يعطيها العشان نلعب ضده عده مقابلات كنت في شبيه القبائل مع الشلف سي واحد من احسن مدافعين اللي خلقته يعني الكره الجزائريه كلاعب كبير كان في المنتخب الوطني وادى نظن مشوار في المستوى وين لعب في البطوله الخارجيه في تونس وفي المغرب العربي نظن باللي كان ان غراند اكزومبل للاعبين سيرتو في شلف وين كنا ننتقدوا به سيرتو في الملعب انسان متخلق وانسان متربي ولاعب كبير ونتمنى له كاع ان شاء الله مسيره في الرياضيه ان شاء الله يكون مدرب مغاريا فضيل كان من احسن مدافعين على الساحه الافريقيه
هذاك الوقت مغاريا فوديل كان يلعب الكره الحديثه يعني في الثمانينات، هو كان يلعب الكره تاع نهايه التسعينات والالفينات. تواضع فوديل واستعداده اللامشروط لمساعده الشباب جعله محل ثقه كل سكان مدينه شلف، وجعل الجميع يكن له الاحترام والتقدير. خرجت كملت لاكارير تاعي، دخلت في دي جي اس، دوك راني مع لي جان صغار. ما تنساوش بلي لا دينيير فوا درنا ان تورنوا، درنا كوب دي موند اللي لعبتها الجزائر في لافريك دي سيد تاع المدارس تاع دي جي اس، درنا كوب دي موند تاع لي جان تقريبا 32 فريق، وكما يقول لك فات تمليحه. وفاني كينا ما نساوش لي جان تاعنا تاع شلف اللي كانوا مثلوا في جنوب افريقيا، تورنوا تاع دانون، وكان زيدان فما. هذه حاجه مليحه تشرف الكره الجزائريه. يتميز بكل الصفات باش يكون انسان مربي ورياضي بكل روح رياضيه، حتى في التصرفات نتاعو، وكل العمليات اللي خدمناهم معاه كانوا ناجحين. كاس العالم على مستوى ولايه شلف بالمدارس لكره القدم كانت ناجحه، كيف كيف مدرسه كره القدم اللي يشرف عليها هو وصلت حصلت على التأهيل وشاركوا في افريقيا الجنوبيه. يقول لك عندنا حنا ثمار هنا في الجزائر، ما نقولش غير في شلف، عندنا في الجزائر كاين عندنا اولاد في المستقبل، وان شاء الله بربي مع الفريق الوطني اللي كان لعب كاس العالم وكاس افريقيا صافي تقريبا عندنا 20 سنه ونستناو هذا الفريق. 2010 كما يقول لك الفريق الوطني فرح الجمهور، الجمهور اللي كان متعطش، وشفنا الجمهور فرح فرحه وتخلي فينا لا كوب دي موند، وهذه حاجه مليحه. والفوتبول ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله راح نديروا كيف فريق اللي يكون ان شاء الله في 2014 ان شاء الله. ما ننساش المدربين اللي دربت معهم هنا في شلف ولا في الجزائر، نشكرهم بزاف، وانا كانت عندي معلقة مع المدربين كاع اللي مشيت معاهم من الجينيور حتى السينيور، الحمد لله ما اي مشاكل مع مدرب. سنة 91 اهدى للنادي الافريقي التونسي رباعية القرن، كأس ابطال افريقيا، كأس وبطولة تونس، وكأس الافرو اسيوية، وتعلقت قلوب انصار النادي الافريقي باسد افريقيا. فضيل كان تربطه علاقة حميمية بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رحمه الله. قبل كل شيء نرحموا على ياسر عرفات. ياسر عرفات كي كنت في تونس انا كان يسكن بحدايا، وكل مره كي نجي نخرج من المنزل كنت نلقاه بحدايا. وياسر عرفات كان يحب الجزائريين، يحب بزاف الجزائريين. كنت خطره بعثوا لي باش يجي باش استدعاني في دارو، ومشيت معاه. كان عندي ولدي، فوالد كان في عمره تقريبا عامين، وكان هو يحب الاولاد وما كانش كما يقول لك ما كانش متزوج، ومشيت عنده للدار ورحب بيا بزاف. وانا قال لي نحب الجزائريين بزاف بزاف، وحنا رانا عرب ورانا كذا، وكما يقول لك عطيت له قميص تاع الفريق الوطني وسلم عليه. وما ننساش حاجه اللي تشاثني بزاف بزاف، طفل وليدي داروا في حجره وبدا يسلم عليه. كما يقول لك البكاء بدا يبكي، وكاع كي شاف ولدي قدامي هكا فرحان، يبغي الاولاد الصغار بزاف ومسكين. ومن بعد تقريبا عامين كنت كل مره يستدعاني للمنزل، ودوك توفى الله يرحمه، نقول الله يرحمه. وان شاء الله كما يقول لك فلسطين ان شاء الله تستقل ان شاء الله وترجع للايام القادمه ان شاء الله. حنون بزاف بزاف بزاف. انا شغل بابا، بوي، خويا، صاحبي، ما نجمش كون ما نقعدش معاه انا في الليل واحد الوقت نقصرو ونتفرجوا لي ماتش كيف ما نجمش. الله غالب يحبوه بزاف، متواضع بزاف، متواضع متواضع. الله يبارك، ربي يخليهونا ان شاء الله بربي. امين يا رب. 20 سنه الى مغاريا، رائع يا مغاريا، رائع يا مغاريا، رائع يا مغاريا. يطلق فضيل مغاريا كلاعب وكإنسان في الميدان وخارج الميدان.
وحقيقة يعني من ناحية الأخلاق يعني ولد يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني حقيقة محترم، عنده والديه رباوه يعني حقيقة يعني كان مثالي، كان محترم، كان منضبط، وعنده أخلاق خلق للعادة. تقنيا كان كذلك يعني أبرز كلاعب، عنده فنيات يعني كان مدافع ولكن يعرف أنيق جدا والتاكل يعرف يدير التاكل يعرف ويعرف بدون ما يستعمل العنف. كان ذكي لأنه كان مشهور من ناحية التكتيكية يعني من ناحية التقنية والتكتيكية، يعني كان ذكي جدا، أعطاه ربي موهبة وحقيقة أبرز في النادي نتاعو يعني في الشلف وكذلك في المنتخبات الصغيرة وخاصة في المنتخب الأول. وأنا كان عندي إشراف حقيقة اللي كان في المجموعة خاصة المنتخب اللي مسكته في 84 86 اللي مشينا كاس أفريقيا اللي لعبناه في مصر وكاس العالم اللي لعبناه في المكسيك. وحقيقة كان لاعب في امكانيات كبيره مهما كان شاب في الفتره هذه، ولكن اعطيت له الفرصه خاصه لان ما نساوش كانت منافسه قويه ما بينه وما بين اللاعب المحترف اللي يلعب ضد كذلك ضد المقابله الاولى ضد ايرلندا وهو قريشي، وهو رشحته في المقابله مهما قريشي يلعب مقابله جيده ممتازه ضد ايرلندا، ولكن المقابله ضد البرازيل رشحت فوضيل هو اساسي في المقابله هذه. لماذا؟ لانه كان ذكي ويقدر حقيقه الامكانيات تاعو يقدر يلعب ضد البرازيليين كاريكا والهجوم الناري للبرازيل انذاك. نعم وحقيقه دار مباراه خارق العاده مع كل المجموعه كامله، يعني حقيقه درنا من احسن مقابلات اللي لعبها المنتخب الجزائري في كاس العالم 86 في غوادالاخارا. انت مطلع على خبايا كرة القدم الجزائرية، هل المستقبل الان ومستقبلا راح يكون عندنا لاعبين من حجم ومن طينة مغاريا مدافعين؟ طبعا انا اكيد بدي اشوف موجود، يعني لان الموهبة موجودة، الشباب موجود في الجزائر، شباب كبير، العدد كبير. شوف احنا من قبل ما كانش عدد كبير تاع الشباب ولكن العدد موجود. هو المشكل اللي موجود حاليا في الكرة الجزائرية هو اكتشاف هذا المواهب هذه. مثل انا اكيد باللي كاينين لاعبين مثل ميغاريا في الدفاع ولا في الهجوم ولا في يعني موجودين، ولكن لازم نكتشفهم ولازم ندخلوهم في مدارس تكوين في المستوى العالي، ماهوش مدارس اي مدرسه، انا مدارس لهذا المواهب باش يرتفعوا مستواهم. مثل ما صار على ميسي لما مشى في مدرسة برشلونة، شوف كيفاه من سنة لسنة يتطور. نظن هذا هو الشيء اللي ناقصنا، ونتمناه إن شاء الله مستقبلا لما الجزائر إن شاء الله راهي في تحسن، إن شاء الله يكون عندنا مدارس على جميع الوطن، ونكتشفوا لاعبين اللي عندهم هذه المواهب وندخلوهم في المدارس حسب برامج متخصصة بكرة القدم. وأكيد باللي نخرجوا موش غير ميغاريا واحد، خرجوا عدد كبير من المغرب اللي راحين يمثلوا الجزائر في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله يطول عمرك، شكرا، يعطيك الصحه والله يخليك ويطول عمرك، تبقى دائما انت شيخ المدربين في الجزائر. انا